التنمية هي حق ثابت للجميع، فمن حق كل إنسان أن يعيش بكرامة وأن يكون لديه سكناً وعملاً لائقاً، وأن تتوفر له خدمات صحية جيدة وتعليماً متطوراً يواكب احتياجات عصر المعرفة. منذ أكثر من 50 عاماً يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني من أجل هذه الأهداف، إيماناً بأن البشر هم الثروة الحقيقية للأمم ومحور أي عملية تنموية ناجحة ومستدامة. مفهوم التنمية البشرية تبناه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشرع على أساسه في إصدار تقارير التنمية البشرية التي صدر أولها عالمياً عام 1999، أي منذ 30 عاماً، حتى أصبحت هذه التقارير اليوم هي المرجع الأساسي ذو المصداقية الأعلى حول التنمية الذي تعتمده كل بلدان العالم وتؤسس عليه عملها في التخطيط وصياغة السياسات التنموية. وكانت مصر سباقة في تبني هذا المفهوم، إذ تطلق اليوم تقريرها 12 بعد توقف 11 عاماً لتعيد سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية التي دأبت على إصدارها منذ عام 1994، فجاءت ضمن أوائل دول العالم والأولى عربياً في إصدار التقرير. تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، التنمية حق للجميع، مصر المسيرة والمسار، يرصد سعي مصر لتحقيق هذه الأهداف لشعبها خلال عقد فارق في تاريخها الحديث شهد عديداً من الأحداث والمتغيرات والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إذ تبنت مصر برؤية واضحة وإرادة صلبة خطة استراتيجية طويلة المدى للدولة، رؤية مصر 2030، ترجمت واقعياً التزامها بتحقيق التنمية المستدامة كحق أصيل للمصريين كافة، وشرعت في تنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، أعطى الأولوية للاقتصاد كقاطرة أساسية لدفع عجلة التنمية ووضع الإنسان في قلب التنمية، فركز على الاستثمار في تطوير إمكاناته وتوسعة نطاق الفرص أمامه من خلال تطوير نظم التعليم والصحة والسكن اللائق، إذ تبنت مصر عملية شاملة لتطوير نظم التعليم الأساسي والجامعي، فزادت من استثماراتها في تعزيز البنية التحتية للتعليم من مدارس وجامعات وتطوير تكنولوجي ومناهج تعليمية متطورة وكوادر مؤهلة ترفع من مستويات جودة التعليم وتعزز من تنوعه سواء التعليم العام أو الفني. وفي مجال الصحة أطلقت مصر مبادرات صحية رائدة، كان من أهمها حملة القضاء على فيروس سي الذي عانى منه الكثير من المصريين، وشهد العالم كله نجاح مصر في إتاحة علاجاته للجميع ورفع نسب الشفاء منه على نحو غير مسبوق، ومبادرة 100 مليون صحة والتي شملت حملات لصحة المرأة وللكشف المبكر عن الأمراض السارية وللوقاية من الأمراض، غطت كل المحافظات، كما بدأت مصر في تطبيق نظام جديد للتأمين الصحي الشامل يتكفل بعلاج جميع المصريين ويكفل لهم الرعاية الصحية والمتابعة الدورية. ونجحت مصر في توفير سكن لائق لملايين من المصريين عاشوا لعقود في تجمعات سكنية غير آمنة افتقرت للخدمات الأساسية هددت حياتهم وأهدرت إنسانيتهم، فتوسعت مصر في تطوير مدن جديدة وبرامج طموحة للإسكان الاجتماعي وأخرى للتطوير العمراني، وشهد الريف المصري عملية غير مسبوقة للتطوير الشامل لآلاف القرى ضمن مبادرة حياة كريمة التي تشمل تأهيلاً كاملاً للبنية التحتية وآلاف المنازل بجانب تبطين آلاف الكيلومترات من الترع. وظهر دور استثنائي للمرأة المصرية كشريك أساسي في مسيرة التنمية، فاستطاعت تحقيق تقدم في الحماية والتمكين وحصلت على أدوار قيادية في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وانتهجت مصر سياسات فعالة لتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية كجزء لا يتجزأ من استراتيجيتها للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، فتوسعت في ترشيد استخدام الطاقة ورفع كفاءتها وتنويع مصادرها النظيفة، فضلاً عن تعزيز جهود التصدي للمخاطر البيئية، وفي مقدمتها شح المياه وتغيير المناخ وتدهور التنوع الطبيعي. وجنت مصر ثمار هذه المجهودات الاستثنائية لتحقيق التنمية حين ضربت جائحة كورونا العالم وعصفت بأقوى الاقتصاديات العالمية، فكانت مصر ضمن قائمة محدودة من دول العالم التي نجحت في تحقيق معدلات إيجابية لنمو اقتصادها خلال العام 2020 رغم ما فرضته الجائحة من ظروف استثنائية. تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 يرصد تقدم الدولة المصرية بخطوات جادة على درب التنمية من أجل تحسين جودة حياة المصريين من خلال تكثيف الاستثمارات في البشر وتنفيذ إصلاحات كبرى في مجالات التعليم والصحة والإسكان والمرافق لتوفير الحياة الكريمة لكل المصريين في إطار سعيها لكفالة حقهم في التنمية، وهو ما يضمن حق الأجيال القادمة في مستقبل واعد وفرص حقيقية للتحقق والنمو. مسيرة التنمية في مصر لم تخلو من التحديات، يناقش التقرير بعضها، وفي مقدمتها ارتفاع معدل النمو السكاني وتغيير المناخ، ويرصد التقرير ما قامت به مصر من جهود لمواجهتها لتواصل مسيرتها للبناء قدما للأفضل خلال العقد القادم، وهو عقد حاسم للعالم أجمع تسعى فيه كل دولة لتحقيق الرخاء والسلام لشعوبها وفقا لأهداف التنمية المستدامة 2030. تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، التنمية حق للجميع. مصر المسيرة والمسار.